السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة أسرار طيور، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى الإعجاب ديالكم. اليوم كنتواجدوا في السلاكة ديال الطيور، يعني اللي كانت سابقا فيها طيور الحسون. يعني هذه المسألة ديالنا غادي نوضحها. يعني بالنسبة للسلاكة ديال الطيور الحسون، كنستغل الطيور الحسون والطيور الكناري في نفس الوقت. يعني الوقت ديال تغيير الريش كنجمع الاناث ديال الحسون في واحد القفص كبير، والذكور كل واحد في القفص ديالو. يعني في هذه الحاله كتبقى لي السلاكه خاويه، كنطلق فيها طيور الكناري. قربي لهنا، كنطلق فيها طيور الكناري، كيغيروا الريش ديالهم، كيجهزوا، كنردوا من الاقفاص ديال الانتاج، ومن بعد كنوليو نرجعو هنايا الطيور الحسون للسلاكه ديالهم، باش يعني ينتجو هنا في هاد السلاكه طيور الحسون، والانتاج الكناري كيكون في الاقفاص. بالنسبه للكناري لا، غير التغيير ديال الريش في هاد المكان. اليوم غادي نعرفكم على هاد المنتوج، هذا كنعطيه للطيور ديالي. هذا ايزنغانو ديال شركه ترونفريد. هاد المنتوج المكونات ديالو طبيعية 100%، مكون من يعني مصنوع من الأعشاب وخاصة الزعتر. يعني هذا كنعطيه للطيور وقاية من ثلاثة أمراض، كنعطيه وقاية من ثلاثة أمراض، يعني من وقاية من مرض تريكومونوكس، والأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض الجهاز الهضمي. يعني ثلاثة الأمراض. هاد المنتوج هذا كنعطيوه جوج المرات في السيمانه، يعني يومين متتاليتين في الاسبوع. ايزنغانو ديال شركه درون فرايد، يعني مكون طبيعي مصنوع من الاعشاب، تتعطى وقايه، يعني تحمي الطيور من ثلاث امراض اللي هي التريكومونوكس، والامراض الجهاز الهضمي، والامراض الجهاز التنفسي. انتم تشوفوا الطريقه كيفاش كنستعملوه. حطي معايا. بالنسبه للطيور راني ما كنعطشهمش، يعني ما نقدرش نعطش الطيور واحد الساعه او لا ساعتين، يعني كنحيد لهم الماء غير واحد الخمسة ديال الدقائق ما كنفوتهاش، ونعطيهم الماء ديالهم. حقاش الطير الا عطشناه ما يصبرش، راه يمر. الغطايه غنحيد هاد الغطايه، وفي هاد الغطايه النت ديالو، هي خاصه بداية. هاهي الغطايه الثانيه، قربي باش توضح الصوره مزيان. نسدو الغطايه هاك مزيان. الشوكه هادشي كيتباع مع هاد القرعه هاد، يعني ها الشوكه ها هي، دخلوها. يعني كنديرو تنديرو 3 دالمليم في اللتر ديال الماء، 3 دالمليم. يعني فاش يكون جوج لترو كنديرو 6 دالمليم. ركزوا معايا مزيان، ها المليم الاول، ها الثاني، ها الثالث، هادشي في طرو الماء. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. يعني ثلاثة دالمليم، ها المليم الأول، الثاني، ها الثالث. هادي كاسة زيترونس. هاكا تزيطرو ربع هايطرو ديالنا الماء هو هذا. هنا غادي نضيف هاد الدواء، فيه واحد الرائحة، يعني ريحة زوينة بزاف، فيه الريحة ديال الزعتر. يعني فاش كنخلطو لهم في الماء، يعني الريحة ديالو كتبقى في السلاكة، يعني كتبقى كتدخل السلاكة كتشم ريحة زوينة. كوم مزيان، ها هنا نظيف. غادي نكمل التصوير. وغادي نتكلم لكم ان شاء الله يعني حلا على التغذيات، هي كذلك، يعني غادي نوضح لكم هادشي اللي كاين في السلاكه بصفه عامه.
يعني الطيور انتم كما كتشوفوها ما كيشربوا، ما كيشربوا يعني الماء اللي فيه إزنقانو. بالنسبه لذاك المعلفه انا كنقربها لكم، ها هي معلفه فيها الزوان او لا كما كيقولوا الجزائريين البراقه، وها الطويرات ديالنا. ومعلومه واحد المعلومه اخرى، يعني الطيور ديالي راه موالفاني، يعني كندخل عندها السلاكه الطيور ديالي ما تخافش مني. بالنسبه للطيور ديالي كيف ما قلت لكم كنعطيهم الزوان اللي هو البراقه، وكنعطيهم الباطي. طيور الكناري حاليا هاد المره راني يعني كنعطيهم هاد الباطي، هذا الباطي هذا ديال بينيطا، هذا الباطي اصفر، هذا باطي اصفر يعني راه غني بالفيتامينات والبروتينات. هذا كنعطيه لهاد الطيور هذه اللي ما كيهمناش اللون ديالها. وبالنسبه للطيور المزيك اللي كنعطيهم اللون احمر، ما كنعطيهمش هاد الباطي الصفر باش ما طلعليش الصفوريه في الجنحين. يعني بالنسبه للمزيك الاحمر كنعطيه الباطي ابيض، الباطي ابيض باش ما ياخذوش منه داك، يعني باش ما نعطيهمش هاد الصفر باش ما نخسر لهمش اللون ديالهم. اما بالنسبه لهاد الطيور هذه يعني ما كاينش المشكل في اللون. بالنسبه للباطي ها هو سامحوا لي راني كنصور بيد، وكنهز يعني الباطي بواحد اليد. ها الباطي صفر ديال بينيطا ها هو. وهنا راني داير جوج سلاكات، يعني سلاكة هذه فيها الطيور اللي ما كنعطيهمش اللون، والسلاكة الثانية راها كندير فيها الطيور اللي يعني اللي كتحتاج اللون الأحمر، مثل الكناري الموزيك الأحمر والكناري النرويج يعني كنعطيه اللون الأحمر. طيور اللون كنديرها في السلاكة الثانية، والطيور يعني اللي ما خاصهاش اللون هي هنايا. وبالنسبة للطيور يعني الطيور هذه يعني راه ماشي للبيع، راه للعرض فقط، راني كنفيد الإخوان. يعني هاد الطيور هادي دابا راه خاصه ديالي بالانتاج اللي غادي نخدم بهم هاد السنه هادي. يعني راني خرجت الطيور اللي كنبيع، راني في محل ديال البيع والشراء، هادو راه بقاو الطيور يعني اللي خاصين بيا اللي غادي ننتج منهم ان شاء الله. كنتمنى انني نكون فدتكم، واللي عنده يعني شي تساؤل يحطه في كومونتير. وشكرا على المتابعه ديالكم، وشكرا على التعليقات الجميله ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.